مختار عبد الله لابناء كريش، اصبت بلغم في كريش. كل يوم احد ينتظره المرضى كي يروي لهم قصة قدرته على السير من جديد، وكي يمنحهم فرصة لحلم العودة الى حياة فقدوها بفعل الالغام التي اصابتهم والالام التي لا تفارقهم. وحين ياتي الشاب مختار عبد الله الذي اصابه لغم قبل عام في منطقة كريش، يوزع وقته بين المرضى في مستشفى تابع لأطباء بلا حدود في محافظة عدن. كانت ذات المنظمة قد اختارته ليداوي الجراح الذي لا يراها الأطباء ولا تبصرها الأجهزة. هذا قضاء الله وقدره، ثانيا هذا مكتوب لك، ثالثا يعني إذا كنت إذا رفعت المعنويات حقك واستجبت للعلاج هذا الطبيعي والعلاج النفسي فأنت بتمشي. وقد صار يمارس عمله إلى جوار الأطباء ويحتاجون إليه كي يساعدهم في التغلب على حالات اليأس عند المرضى، بل إن قصته تلهمهم وتعيد إليهم الحلم الذي فقدوه حين وضعوا أقدامهم بالخطأ فوق لغم لم يزرع خطأ، بل كان مقصودا أن يفعل كل هذا في أجساد الأبرياء وفي مستقبلهم وحاضرهم الذي يعيشونه بحلم بسيط، أن يعودوا كما كانوا وليس كما أريد لهم أن يكونوا.